ايه الموضه بتاعت زمان اللي مش عايزها ترجع تاني؟ البناطيل اللي هي رجل الفيل بتاعت زمان دي، والقمصان المشجره دي اللي بتبقى، فالحاجات دي بطلت يعني. بالنسبه للرجاله البناطيل الشارلستون والبدله الملونه والشعر اللي هو الكنيش قوي ده، صراحه كان الرجاله بيلبسوا ياقات كبيره كده شبه الطياره شويه، فدي كانت صعبه جدا. والبناطيل برضو الواسعه بتاعتهم والالوان كانت مش منطقيه خالص الصراحه، فيا ريت ما ترجعش تاني. الشعر المنكوش والبناطيل الشارلستون وياقات القميص المثلثه دي. الهدوم الرجاله منقوشه برضو طلعت تاني دلوقتي، يعني لا الساده بتبقى اشيك بكتير. الحاجات اللي كانت مفتوحه قوي القصيره قوي، لكن في موضه بتاع زمان حلوه جدا ورجعت تاني دلوقتي. تقريبا احنا كل لبسنا بتاع دلوقتي هي الموضه بتاع زمان. الرقص زمان كان غريب قوي، تحس ان هم بيتكهربوا، في حاجه مش طبيعيه كده في مش ملوش يعني ملوش حاجه مفهومه. شعر الاسد ده، البناطيل الواسعه الملونه، الشنب بالرفيع. موضة الميني جوب وكده صعب قوي انها ترجع دلوقتي، لان طبعا الوسط اللي احنا فيه هيبقى صعب. وكمان بالنسبه للرجاله كان زمان في بنطلونات اللي هي الواسعه قوي اللي هي شارلستون دي، بيبقى شكلها مش الطف حاجه يعني. قصه الكابوريا بتاعت الرجاله بتاعت زمان والبواريك اللي كانوا بيعملوها الوان غريبه دي. في اللبس موضه الميكرو جيب، والموضه اللي عايزاها تفضل موجوده كيرلي في الشعر. مش عايزه موضه البناطيل المقطع انها ترجع خالص، مش عايزه الموضه بتاعت الشعر بتاعت اليومين دول اللي هم بيعملوها كده الشباب ديت، انا مش عايزاها خالص بصراحه. كان في بناطيل واسعه كده الرجاله بيلبسوها زمان وعلى الوان غريبه كده، انا عندي مشكله مع الالوان الكتيره دي والبناطيل الواسعه دي، بس في الاخر كله بيخضع يعني. انا كنت معارضه الشارلستون وبرضه لبسته عادي. الشارلستون، البنطلونات الشارلستون والحاجات المنقوشه بتاعت الرجاله اللي مليانه الوان، والشعر الكنيش مثلا الحلقات بتاعت زمان دي، والطربوش مثلا، كل الحاجات دي يعني يا رب ما ترجعش تاني. الجزم اللي بكعب عالي، الياقه الكبيره، ايه تاني، السوالف الطويله قوي دي، بس مفيش حاجه تانيه.